حتى ظروف يعني إنجاح التظاهرة اليوم أنا يعني أعتذر، ولكن أعتقد أنها ليست حاضرة. نعم. لأن اليوم كل هذا الاستثمار الذي استثمرنا، لأن كنا نراهن على عرس إفريقي بجميع يعني الناجح بجميع المقاييس، وبغينا فعلا راهنا على دورة اللي غادي تكون من أنجح الدورات، وبالتالي فاليوم يعني بغض النظر على كل يعني على مجموعة التفاصيل أو ما ردود الفعل، فأعتقد أن شروط النجاح ليست متوفرة. احنا كنشوفوا بأن كاين تخوف، يعني كان صريح لواحد اللاعب إفريقي يعني بالكامرون اللي قال بأنه هو كيلعب مباراة رسمية كان له تخوف أنه يدخل في احتكاك مع ملاعبين آخرين، يعني بالتالي هذا يعني ما يعني، فزيد على ذلك أن كاين واحد مجموعة ديال الأندية اللي ما عارفينش حنا واش غادي فعلا غادي تقدر تترخص اللاعبين ديالها أنهم يشاركوا. على كل ما غاديش ندخلوا في التفاصيل اليوم، أنك أقول بأن اليوم حتى شروط إنجاح هذه التظاهرة الذي راهن عليها المغرب والذي استثمر فيها المغرب أعتقد أنها اليوم غير حاضرة كلية، وبالتالي فغادي تكون نوع من المجازفة. على كل We'll be right back.